إلى ولاية تير زامور، حيث سلمت خيرية سنيم محظورة نموذجية لبلدية فديرك، وذلك بإشراف السلطات الإدارية والأمنية في المقاطعة. وستمكن المحظرة من تدريس القرآن الكريم وعلومه لأبناء سكان المقاطعة. اكتمل البناء في المحظرة النموذجية بمقاطعة فديرك المنفذة من طرف خيرية سنيم، ليتم تسليمها بإشراف السلطات الإدارية في المقاطعة لصالح بلدية فديرك. وينتظر من المحظرة الجديدة أن تسهم في نشر الثقافة العربية الإسلامية بين أبناء المقاطعة. رانا شاكرين فونداسيون سنيم، شاكرين خيرية سنيم على هذا الإنجاز اللي معدل في مقاطعة فديرك، وعلى تدخلها الدائم اللي عودتنا عليه في المجال الصحي، في مجال التعليم، في مجال في شتى المجالات كاملة. وهذا اليوم ذي المحضرة اللي راجينها تعود صرح علمي يتخرجوا منها حفاظ ويتخرجوا منها فقهاء. العمدة المساعد لبلدية فديرك أشاد بتدخلات الخيرية على مستوى البلدية، مؤكدا أنها لبت حاجة ملحة للسكان. أنا بدوري نشكر فونداسيون على التدخلات اللي دائما تعدل، تدخلات كانت فوق الظن، جزاها خير ان شاء الله، ونشكر القيمين عليها. ويدخل بناء المحظرة ضمن تدخلات الخيرية المبرمجة منذ العام الماضي في مدينة فديرك. جينا اليوم في الطهرة تسليم هذه المحظرة لبلدية فديرك وحاكم فديرك التي أكملت الفونداسيون إنجازها في إطار برنامج تدخلاتها في سنة 2022، وراجعين من الله تبارك وتعالى تعود معلمة كما قال الحاكم، تخرج من الحفاظ وحافظات وعلماء، وتعود إن شاء الله لها أثر طيب على الساكنة. وتتكون المحظرة النموذجية في فديرك من فضاءات للتدريس ومكاتب إدارية والملحقات الأخرى الضرورية. لقناة الموريتانية، محمد البلال، مدينة فديرك.